مساء الخير مشاهدينا وين ما كنتوا، كل الناس اللي بتابعنا عبر قناة البلد، أهلا وسهلا بكل الناس اللي دايما بتابع عن بلد من الشارع العام. موضوعنا اليوم الوجود الأجانب في السودان بصورة غير رسمية، عايزين نعرف رأي الشارع. أهلا وسهلا بك. أهلا بك عباس الخير، مذيع في قناة السودان بكرة. أهلا وسهلا بك يا عباس، ونورتنا شديد اليوم. أهلا بكم أنتم في قناة البلد وللمجهود العظيم اللي بتقوموا به في خدمة البلد. الله يسلمك يا عباس. نحن اليوم بنتكلم، سمحت، موضوعنا رأيك فيه وشنو؟ والله وجود الأجانب الخير رسمي في السودان أصبح يشكل مشكلة بالنسبة للشعب السوداني، خصوصا فئة الشباب. يعني مثلا نموذج الأعمال الخير الرسمية والأعمال الحرة الحامشية أصبح حتى الأجانب يشتغلوا فيها. لو لاحظتي التجارة بتاعت الأرياح وبتاعت المارة في الشارع، أصبح المصريين موجودين، الحبش موجودين، السوريين موجودين. للأسف الشديد حتى في بعض مؤسسات الدولة بتلقى بعض الأجانب، زي ما شاهدنا في فترة النظام البائد كان واحد من الوزراء هو يمتلك جنسية أريترية. المشكلة بتاعت الأجانب مضرة الاقتصاد السوداني، خصوصا في شرق السودان. إذا مشيتي ولاية القضارف بتشوفي كمية بتاعت أريتريين بشكل بتاعت إنهم طبع قبيلة البني عامر في شرق السودان، القبيلة السودانية المعروفة. الأجانب الخير رسمي زي الحبش مثلا عندهم الأثر بتاعهم برضو الاقتصادي، زي في ستات الشاي في غيره. ولاحظنا كان التقرير المفبرك هو غير حقيقي، لكن في تقرير حقيقي عنه اللي هو بايات الهواء وخيره الأجانب بصورة خير رسمية. لكن الوجود الخير رسمي إذا جينا نحن نتكلم عنه ذاته، أسبابه هي شنو؟ أسبابه اللي هو عدم وجود حكومة، عدم وجود نظام رغابي بالنسبة للأجانب في إنه الدخول يكون كيف والخروج يكون كيف. الحدود طبعا زي ما شايفة مفتوحة، القوات النظامية بتشتغل، الجيش يشتغل شغله الحقيقي في ضبط الحدود، هو شغال تجارة وشغال سياسة وشغال غيره من أشياء كثيرة. الليلة إذا جيتي في ولاية دارفور بتشوف كمية بتاعة التشاديين وكمية بتاعة الشعب جنوب بتاعة أفريقيا الوسطى وليبيين، هم خير سودانيين موجودين في المناطق دي بصورة مكثفة جدا، ناحيك عن المستوطنين الجدد اللي جو من قبل ميليشيات الجنجويد اللي موجودين في إقليم دارفور في أراضي زراعية وفي أراضي بتاعت ثروة معدنية غالية جدا مثل الذهب والإيرانيوم، موجودين في الحتات دي، ما قادرين يخلوا السودانيين يرجعوا للأراضي دي ويمارسوا نشاطهم سواء كان الزراعي أو مسار الري أو غيره. فبصورة عامة وجود الأجانب الخير شرعي في السودان هو أحد الأسباب، هو أحد من أحد آثاره آثار اقتصادية، آثار أمنية، بل أكثر من ذلك آثار في الثقافة السودانية. مثلا أنت بتشكل لك حبشية في البيت، اثنين حبشيات في البيت، وبتخلي لها الأطفال هي طول الوقت بتسمع للأغاني الحبشية، الأطفال بيقوموا بنفس النمط. كذلك مثلا الأكل بتقوم بتعمل نوع من الأكل المحدد الحبشي بتاعهم بتأكلهم. بعد شوية بنلقى نحن نفسنا حتى ثقافيا استجلبنا، لو لاحظت لكثير من الرقصات أو غيره. ده مش أنا ضد الثقافة بتاعت الشعوب الأخرى وبتاعت التداخل والخيره، لكن إذا بقى منظم وفيه ضبط زي ما موجود في باقية الدول المتقدمة بيكون أفضل ومفيد بالنسبة للسودان. شكرا لك عباس، وتسلم كثير، نورتنا. شكرا لكم انتم وموفقين ان شاء الله. اللهم امين. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، لسه متواصلين معاكم من الشارع. موضوعنا لي اليوم وجود الاجانب في السودان بصوره غير رسميه. مع وجود الاجانب في السودان بصوره غير رسميه، اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، تعرف عليك؟ محمد زكريا عبد الله. اهلا بك يا محمد. محمد رايك شنو اليوم في موضوعنا؟ والله يا اخي موضوع الاجانب ده موضوع مهم جدا. الناس زي الان حسي البلد بقت فاك عديل، اقسم بالله. يعني حسي ممكن هو يعمل لي جريمه والناس ترجع للدور اسمه شنو بتاعته، ما حيقول لي مستند. وبعدين يعني في المعيشه كده بيجوا يشتغلوا، يعني العامل اللي بيشتغل 5 جنيه وممكن يشتغل لك بجنيه، عارف ليه؟ ودارين ما القروش احنا ما بنستفيد منها حاجه، بيشيلها وماشي ايطاليا. يعني السودان بقى محطة للأجانب وما عنده أوراق ثبوتية. هسه تتلف تلقى حبشي، تتلف تلقى سوري، تقبل أوراقي تلقى ليكي مصري.
يعني انت السودان احنا في بلدنا ما قادرين نعيش، والبلد اصلا الحقيقه تنقال البلد الحدود بتاعتها فاك عديل. يعني حسي لو اثيوبي ولا حبشي قتل زول انت مشيت السفاره بتاعته ما حتلقى عنده اي اسود، حد يجيبوا لك من وين؟ بس بالعول كده يا جماعه، الناس تشوف الحاصل شنو. وبعدين الحكومه يعني اصلا تحاول يعني تحسم الموضوع ده شويه كده، تشيل حيلها في الموضوع ده، وخصوصا الان المعيشه بقت صعبه في السودان عديل. يعني حسي انت في محطه عمال يعني ليه قاعدين، والاغلبيه حسي ليه ستات الشهر الاغلبيه اجانب، وعايز اقضي واحده ناديه اقول لها اديني الباسبورت بتاعي، هتكون خاشيك بلاتي هي احسن. هالبلد ده حتمشي كده كيف يا اختي؟ يعني تعانوا منهم في مكان الشغل او مكان جدا جدا عديل. يعني انت لو العامل اتفق مثلا ب 1000 جنيه ممكن يجي يقف، وبياخد ب 1000 جنيه ممكن ب 500 يمشي. ما هو في النهايه داير شنو؟ بس داير ياكل وينوم يدس القروش، يلقى فرقه ايطاليا جاك زول يا امريكا، يا المهم يقطع البلد دي. يعني السودان قلت لك في النهايه بقى محطه للاجانب. يا اهلا وسهلا مشاهدينا وين ما كانوا، كل الناس اللي بتتابعنا عبر قناه البلد لسه متواصلين معاكم من الشارع، اهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف خلق الله اجمعين. في الاول يعني انا اتشرف ان اكون موجود في قناه البلد. الاسم عادل محمد احمد طه موظف. اهلا بك يا عادل، كيف الحال؟ الله يديك العافيه. الله يخليك يا عادل. احنا اليوم بنتكلم عن وجود الاجانب في السودان بصوره غير رسميه، رايك شو؟ والله انا من حقيقه من زمان كان يعني بتمنى القلاي اذاعه او القناه تتكلم عن الموضوع بالذات. حقيقه يعني نحن ما بنتكلم عن الاجنبي، احنا في اي دوله في الاجنبي، يعني حتى احنا كسودانيين برضو عندنا مغتربين برا السودان، لكن برضو بقوانين وشروط بيكونوا قاعدين في البلد اللي هم موجودين فيها دول المهجر. حقيقه نحن عندنا بجد اجانب مستفيدين في دوله السودان اكثر من المواطن، وماخذين حقوقهم واكثر من حقوق المواطن باي حاجه، في كل الحاجات، في كل المتطلبات، في كل الحياة. الأجنبي يعني عنده الحقية مثلا يمشي يشتري حياة أحسن من المواطن. يعني حقيقة المواطن متظلم كثير، وأنا لما حقيقة في دولة قريبة يعني زي دولة مصر القريبة هنا عندهم تأمين أو حاجة كده بطاقات بيقوم بيشيلوا بها المواد الأساسية للمواطن. نحن هنا في السودان الواحد ده يشيل عيش بيمشي يشيل عيش زيه زي الأجنبي. الأجنبي ممكن يشيل عيش أحسن من المواطن، حقيقة ده اللي أنا شايفه في السودان. يعني اهلا وسهلا مشاهدينا لسه متواصلين معاكم من الشارع، وجود الاجانب في السودان بصوره غير رسميه، اهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، استاذ عصام محي الدين معلم بالمعاش. حقيقه استخدام الاجانب في البلد شكل خطوره لكل المواطنين، ويؤرق كل المواطنين في البلد بسبب بسيط جدا. اولا اقامتهم الغير رسميه بتشكل خطورة، يعني هم بيمتلكوا أشياء يمكن لا يمتلكها المواطن، بيركبوا ركشات عربات، بيأجروا عربات، بشكل خطورة على المواطن حتى في حياته اليومية. بإضافة إلى ذلك يعني عملهم وحركاتهم غير مقنن في البلد، بيتحركوا كيف ما يشاؤون بدون أي أشياء ثبوتية، وحتى لو عنده بيكون مزورة أو بطريقة غير رسمية مطلقة، فده خطورة. أنا ما أعرف الجهات الرسمية كيف بتتعامل مع الأجانب كيف، لأنه نشاهد في إقامات خارج البلد بيضبطوا المواطن الأجنبي أكثر من المواطن الهلالي. مرحبا من جديد مشاهدينا وين ما كنتوا، لسه متواصلين معاكم من الشارع، أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. الله يسلمك، أتعرف عليك؟ أبو بكر أحمد عبد المطلب. أهلا بك يا أبو بكر. أبو بكر نحن اليوم بنتكلم عن وجود السودانيين في السودان، وجود الأجانب عفوا في السودان بصورة غير رسمية. طبعا دي طريقة خطأ غلط 100%، ما الإجرام تهريب العملة أي حاجة، ما زول ما نظامي ما مفروض يكون في السودان قاعد، بس نظامي شرط أساس يكون نظامي، لأنه معروف الجهة بعدين المكفولة فيها عليها أي جنسية، ما يعني ما جنسية معينة. طيب يعني السودانيين او المواطنين بالتحديد بيشتكوا بانه الاجانب عاملين زحمه في اماكن الشغل او التوظيف. غير الزحمه الاجانب ما قصه الزحمه، قصه ما نظامي ده زحمه، ما نظامي ده ما صح يكون في البلد، لانه جربنا. انا كنت في السعوديه ولازم تكون نظامي، يوم واحد واقامتك دي انتهت بيسفروك، ما بتنتظر يعني ما في انتظار لكلام زي ده. أنا شاكرة لك جدا يا أبو بكر، نورتنا. الله يسلمك، الله يبارك فيك، تسلم أنت وغناتك.
شكرا لكم مشاهدينا وين ما كنتوا، دي كانت مساحتنا، شفنا رأي الشارع العام في وجود الأجانب في السودان بصورة غير رسمية. لحد ما ألاقيكم في محطة جاية، مع السلامة.